السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم اخواني واعزائي، معكم زياد هادي استاذ آلة العود في معهد دراسات موسيقية في بغداد. ارحب بكم اجمل ترحيب، واليوم عندنا اغنية عربية اللي هي انا في انتظارك، راح ناخذها بطريقة مختلفة عن بقية الاخوان والاصدقاء في مجال التعليم في اليوتيوب، لانه طريقتنا راح تكون تعليميه دائما مو طريقه سريعه. نلاحظ امامكم في النوت الموسيقيه هي سي بيمول، مي بيمول فاديس يعني من الحجاز، فراح يصير عندنا دخولنا سيكون كالتالي، راح اقرا لكم بار بار لا سي دو سي لا صل. شوف انا اقراكم بار بار، فراح اقرا البار بطيء حتى يكون تعليمي. لا سي دو سي لا صل لا صل فا صل فا صل لا اس صل لا سي لا صل فا صل فا مي فا مي فا صل فا صل لا فا اس مي فا صل مي اس ري مي فا ري اس دو ري دو ري مي ري مي فا مي فا صل فا صل لا صل لا سي دو سي دو ري اس لا سي لا صل فا صل فا مي ري لا فا صل مي ري لا فا صل مي ري سي سي اس لا صل فا اس صل اس دو سي لا اس سي سي اس لا صل فا اس صل اس دو سي لا اس دو اس سي لا اس سي لا صل لا فا صل فا صل لا سي لا لا صل فا صل فا ونكمل مي فا صل لا سي دو ري ري سي لا صل ري ري اس دو دو اس اس سي سي لا لا صل لا سي لا اس دو دو اس سي سي اس اس لا لا صل صل فا سي لا صل اس دو ري سي لا صل اس لا سي دو سي لا صل ونختمها بالاخير اللي هو فا اس لا لا صل صل فا مي صل فا من مي ري ري. هذه علامة النون في المقلوب هي كرونة، يعني الصوت يتلاشى بوحدة ويختفي. هسا احنا راح نعزف لكم اياها جزء جزء، راح يصير عندنا اس ايضا راح ابدا اعزفها تعليمية. الآن السطر الثاني اس اس اس، لاحظ هنا دو ري دو ري اس اس
أيضا كمل. أزفتها في البداية تعليمية لأجلكم حتى تتعلمون ويكون عليكم سهل بقراءة النوطة، ويحتاجكم تمرين دائما تتبرنون بار بار لهذه الأغنية. يعني من تقرون مثلا في بدايتها تقرون أنتو مثلا تقرون لا سي لا سي دا سي لا صل لا صل فا صل فا صل لا، هاي لازم تتمرنون عليه، كل بار تتمرنون عليه فد 10 مرات. تحياتي لكم ومع ألف سلامة، ونلتقيكم. ولا تنسون اللايك والاشتراك، والدورات الموسيقية الاشتراك شهري. مع ألف سلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.